السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد زي ما انتم شايفين كده في العنوان عن اللغة الانجليزية، ازاي تقدروا تتعلموا لغة انجليزية من الصفر لحد الاحتراف. انا عايزة احكي لكم تجربتي الشخصية مع كذا حاجة، فاتمنى انها تفيدكم وتكون معلومة جديدة بالنسبة لكم. اول حاجة عايزة اقولها انه المستويات المبتدئة بالنسبة لاساسيات اللغة انا ما عنديش فكرة ممكن تتعلموها منين، بس ممكن تدوروا عليها على اليوتيوب او ممكن تتعلموها عن طريق الكتب بتاعه الاطفال اللي موجوده في المكتبات زي مكتبه الف او ديوان او فيرجن ستور. ممكن تلاقوها في الحاجات دي كلها، كتب صغيره موجود فيها الحروف، موجود فيها الحرف والكلمه المقابله ليه، طريقه النطق، كل الحاجات دي ممكن تستخدموها، هتلاقوها دايما موجوده في قسم الاطفال. دي هتفيدكم في انكم تتعلموا اساسيات اللغه من ناحيه النطق ومن ناحيه الحروف. اما بالنسبه للاساسيات زي الكلمات، ان انت تعلى شويه عن ان انت تتعلم اي ابل، انك تتعلم حاجه اطول شويه زي مثلا اي لاف ابل مثلا، عشان توصل لحاجه زي كده او اعلى من كده ممكن تستخدم الابلكيشن اللي اسمه دولينجو، هتلاقيه موجود على الاب ستور وممكن كمان يكون موجود على الجوجل اب وممكن يكون موجود كمان على الديسكتوب. انا بصراحه بفضل الموجود على الديسكتوب لان في لغات كتير مش متاكتفه لسه على الموبايلات، ف ممكن تستخدموا اللي موجود على الديسكتوب هيفيدكم جدا. اول ما تخشوا على دولينجو، سبق قبل كده وكلمتكم عنه والفيديو هتلاقوه موجود فوق وموجود تحت في الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا في قدامكم اختيارين، ان انتم مبتدئين تماما او انكم عندكم شويه خبره في الانجليش فممكن تعملوا امتحان وتخشوا على طول على الليفل بتاعكم. انا عن نفسي بفضل انكم تبداوا من الاول لانه هيفرق معاكم جدا، هتبداوا تكتشفوا حاجات جديده ممكن تكونوا ما اتعلمتوهاش. الابلكيشن جدا دمه خفيف، مليان زي اللعبه، في ناس كتير قوي شايفاه شكله لعبه بس هو عشان الوان وعلشان فيه اختبارات كتيره. وممكن عن طريق الابلكيشن ده تدخل جوه جروبس ناس بتتعلم لغات وتتعلموا مع بعض وتكون صداقات وتتكلم مع الناس اللي بيتكلموا اللغه الاساسيه. تاني طريقه انا بفضلها لتعليم اللغه الانجليزيه هي ان انت تتعلم مباشر مع مدرس او اي حاجه، بلاش تروحوا للمدرسين زي بتوع الثانويه العامه والحاجات دي لان هم هيبقوا بيعلموك منهج، انما الاحسن انك تتعلم الانجليش اللي عن طريق الكورسات. في اماكن كتيره جدا بتدي كورسات، بس انا اخر مكان انا جربته وكنت تراست جدا فيه هو اسمه The Real Soft House. Real Soft House ليهم صفحه موجوده على اليوتيوب هتلاقوها تحت في الديسكريبشن بوكس، وليهم صفحه كمان على الفيسبوك. احسن حاجه في سوفت هاوس ان هما بيقدموا منح، المنح دي تعتبر شبه مجانيه، تقدر تتعلم بيها 12 ليفل من الانجليش، 6 جنرال، 6 كونفرزيشن، 6 ادفانسد كونفرزيشن، فهتفرق معاك جدا. لو حتى خدت الجنرال بس هتفرق معاك وهتتغير. انت بتتعلم عن طريق سي دي، عن طريق كتب، عن طريق تيتشر واقف قدامك بيبدا يتكلم معاك ويديلك معلومات. ده غير انه موجود في بعض التيتشرز بيطلبوا منك انك تعمل حاجات في البيت وترجع تقولها قدام الناس، فده بيخلي عندك ان انت بيزيد عندك ثقه ان انت تتكلم قدام الناس، مبيفرقش معاك ان انت ممكن تغلط او ما تغلطش لان انتوا كلكم بتتعلموا، فلو انت قلت حاجه غلط هو مش هيعلق عليها غير انه يصلح لك، سواء كانت طريقه النطق ودي حاجه حلوه جدا هتتعلمها، او بيعلمك ازاي تحط الجمله في شكلها الصحيح. تالت طريقة وهي يمكن الطريقة اللي دايما كل الناس بتروح لها، وهي ان انتوا تعملوا سيرش على جوجل عن ناس بتعلم اللغة الانجليزية. مؤخرا لقيت يوتيوبر اسمه ابراهيم عادل، الشانل بتاعته اسمها The American English، تقدروا تروحوا عليها هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس، وكمان ليه صفحة على الفيسبوك، ليه صفحة انستجرام، على اليوتيوب، فيديوهاته جدا مفيدة، هو مقسمها على شكل كلاسز على شكل دروس وعملها على شكل بلاي ليست تقدر تتفرج عليها كلها بوضوح، شرحه جدا مفيد بيفرق معاك، بتحس ان انت تتفاعل معاه اول مرة ممكن تحس ان هو ايه ده شغل اطفال ايه اللي هو بيعمله ده، بس بعدين لما تبدأ تجرب هتلاقيه فرق معاك. انا دلوقتي باخد كورس في سنتر ريل سوفت هاوس وحبيت اطور من نفسي في الاستماع. من احسن الحاجات اللي لقيتها على اليوتيوب او لقيتها على الانترنت هي الكورس بتاع دي امريكان انجلش بتاع ابراهيم عادل، كورس الاستماع. كورس الاستماع هو بيحاول يخليك تسمع حتى لو انت في دوشه،
وبيخليك تسمع بطريقه الناس اللي بتحدثوا باللغه الانجليزيه الاصليه، وبيعلمك ازاي. وفي كورسات كمان قريب، يا ريت بقى تروحوا وتعرفوه ان هو احنا مستعجلين جدا عليها، وهي ازاي تنطق صح، ازاي تتكلم صح. يا ريت تروحوا وتقولوا له الكلام ده. طريقه التعليم عن طريق اليوتيوب من اهم الحاجات اللي فرقت معايا جدا، لان في ناس كتيره جدا بتعلم على اليوتيوب، مش بس انجليش، بتعلم حاجات كتيره جدا تقدروا تتعلموا منهم، لانه اولا دي حاجه مجانيه، انت بتدور على ناس يعلموك حاجه فانت بتلاقيهم مقدمين. من ضمن الحاجات الحلوه جدا في اليوتيوبر ابراهيم عادل او الشانل اللي اسمها دي امريكان انجليش، ان هو بيقدم لك كل حاجه ببلاش. حتى هو نزل فيديو وقال ان هو مش هيعمل اي فيديو بفلوس، هو عايز يوصل المعلومه للناس، ودي حاجه مهمه جدا وهتفرق معاهم. رابع حاجة هي ان انت تدرب نفسك بنفسك. التعليم الذاتي بيفرق جدا عن التعليم اللي عن طريق الناس. انت ممكن تروح اكتر من مكان تتعلم فيها كورسات انجليش، ممكن تروح اكتر من سنتر تتعلم مع اكتر من تيتشر، تسمع ناس. حتى الناس اللي انا قلت لكم او كل الحاجات اللي انا قلتها لكم من شوية دي هتفيدكم، بس اللي هيفرق اكتر هو ان انت تدرب نفسك بنفسك. التدريب الذاتي بيفرق خالص عن كل الحاجات دي كلها. ازاي؟ عن طريق انك تتفرج مثلا على افلام اجنبي وتسمعهم من غير ترانسليشن، او ابدأ بان انت تسمعهم عن طريق ترانسليشن وبعدين بعد كده اسمع من غير ترانسليشن عشان تعرف هما بينطقوا ازاي، وتعرف هما بيتكلموا ازاي، وتعرف انت بدأت تفهمهم ولا لا. او عن طريق انك تلاقي articles او تلاقي مواضيع طويلة، مش طويلة يعني مساحة 140 حرف زي تويتر مثلا، وتحاول تقرأ الكلام اللي موجود علشان تقدر تفهم اذا كنت انت فاهم ولا لا. وتبدا من هنا تبدا تعلي الليفل، تعدي ال 140 حرف، توصل لموضوع كبير موجود مثلا على الفيسبوك او على اي حاجه، وتبدا تروح للكتب. ممكن تميل للكتب بتاعه الاطفال اللي هي بتكون حوالي 50 صفحه او 15 صفحه، حاجه صغيره كده تقراها وتتعلم منها، هتفرق معاك جدا. خامس حاجة برضو تندرج تحت التعليم الذاتي، بس هنقول ان فيها شوية مشاركة. يمكن كل الحاجات اللي فاتت دي ما بقاش فيها مشاركة، انما دي مهمة جدا، وهي ان انت توجد لنفسك بارتنر او شريك بيتكلم او بيحاول يتعلم اللغة زيك، ايا كانت اللغة، انجليزي، فرنساوي، ايطالي، هندي، ايا كانت اللغة. لازم توجد لنفسك شريك بيتعلم معاك او حتى مستوى اعلى منك علشان تبدأ تمارس معاه اللغة، سواء كان عن طريق الكتابة او عن طريق الكلام. هيفرق معاك جدا، لان انت هتبدأ تخزن معلومات وكلمات تانية انت ممكن تبقى عارف جملة على بعضها هو ما يعرفش معناها، فهو يتعلمها منك، وهو ممكن يبقى عارف مجموعة كلمات انت ما تعرفش معناها فهو هيعلمها لك. هي دي اللي هتفرق معاك، ان انت يبقى معاك شريك. لو انت ما عندكش حد في المحيط بتاعك بيتعلم انجليش او بيحاول يتعلم انجليش، حاول توجد لنفسك عن طريق ان انت تخش اي ابليكيشن زي دولينجو مثلا وتكون صداقات، او عن طريق ان انت تحاول تتكلم مع ناس اللي بيتعلموا تحت الفيديوهات التعليمية اللي موجودة على اليوتيوب، تحاول تكون صداقات مع الناس وتحاول ترد معاهم باللغة، او ان انت لو انت بتاخد كورس في مكان ان انت تحاول تكون صداقات ما بينهم وتعمل جروب على الفيسبوك على الواتساب وتبدأوا تتكلموا مع بعض باللغة دي. تعلمك للغة جديدة ما هوش تقليل ابدا من لغتك الاصلية. تعليم للغة جديدة ما هو اللي انت بتحاول تتعلم لغة علشان تتعلم ثقافات اخرى. اللي بتعلم انجليزي بيتعلم انجليزي عشان دي لغة عالمية الناس كلها بتستخدمها، علشان انت ما تتحطش في موقف مضطر ان انت تتكلم انجليش ومش عارف. ثلاث ارباع الشغل بيعتمد على اللغة الانجليزية، حتى لو انت مش تتكلم انجليش، فكل الابليكيشنز وكل البرامج اللي احنا بنستخدمها في حياتنا مكتوبة بالانجليش، ومش كلها متاح فيها انها يبقى موجود فيها بالعربي. تعليم اللغة هيفرق معاك جدا وهيطورك وهيعلمك حاجات جديدة انت ما تعرفهاش. اخر حاجة، حاول ما تكونش مستعجل في ان انت تتعلم لغة. مفيش حاجة اسمها تعلم اللغة في 15 يوم او تعلم اللغة في اسبوع، مفيش حاجة اسمها كده. التعليم يعني تعليم، لازم تجرب، لازم تحاول، لازم تفشل، لازم تنجح، لازم تجرب حاجة كتير جدا عشان توصل ان انت عايزه. في اغلب الاماكن يقولك احنا هنعلمك اللغة في اسبوع او في اسبوعين، ده معناه ان هو هيديلك كورس مكثف، بس هل انت بقى عندك نفس القوة ان انت تجاري المعلومة السريعة المكثفة، وكمان يبقى عندك مجهود انك تتفاعل معاها؟ هي دي اللي هتفرق. الفروق الشخصية بتفرق من بعضها، مش معنى ان حاجة نفعت مع حد وما نفعتش مع التاني انها فاشلة. ممكن الفروق الشخصية هي اللي بتأثر جدا مع الناس. استعجلش عن نفسك، اتعلم، جرب، حاول، ان شاء الله هتوصل للي انت عايزه.
الناس اللي بتتكلم انجليزي ناس مش جايه من الفضاء ولا بيتكلموا ولا عندهم قدرات فائقه ولا اي حاجه، دي ناس حاولت وتعلمت. حتى لو انت كنت في مدارس لغات زيي واهملت اللغه وعايز تطورها، فده مش عيب فيك انك تتكلم انجليش مع الناس، دي مش عوجه ولا اي حاجه، دي لغه بيتم استخدامها زي باقي اللغات. انك يبقى عندك شغف انك تتعلم اكتر من لغه مش بس انجليزي، ده شغف وموهبه عند ناس كتير، ما فيهاش اي حاجه تقلل منك، اتعلم اتطور، ما فيش حد هيقولك اللي انت بتعمله ده حاجه تافهه، لو حد قالك دي حاجه تافهه ارمي كلامه في البحر وكمل طريقك، لان انت هتوصل لنقط غيرك مش هيعرف يوصل لها. تعلم اللغه مش سهل مش صعب، بس لازم تبدا اول خطوه، وخلي الفيديو ده اول خطوه ليك. متنساش تدوس لايك وتكتب كومنت وكمان تعمل سبسكرايب، ونوصل الفيديو ده لايكات كتير جدا. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم.